في الروم، مفيد لمعالجة الجروح والقروح والتواءات المفصلية وآلام الروماتيزم وداء النقرس وأوجاع الظهر ونحن، ومفيد لعرق النساء ومغص المعوي والصدع. أما استخدام المستحلب هيو فاريكون مفيد لحالات الاضطرابات النفسية والحيض، وأيضا لمعالجة البول الليلي والرشح والسعال والبلغم، وأيضا لمعالجة اضطرابات السن المراهق. نعم، شرحت باختصار فوائد هيو فاريكون بشكل مختصر، وشكرا.